جيت لقيت مقاسات الكراسي حقت الكابرس طلعت نفس المقاسات حقت الامبالا، فرحت مره لانه الموضوع كده كل ماله قاعد يتسهل بالنسبه لي الحمد لله. جيت بشيك على الجير لقيت انه صاحب السياره للاسف حاطط صاجه وملحم الصاجه، يعني ما قدرت اشوف حاجه زي الناس. في اشياء كويسه يعني في اشياء كويسه نقدر نستفيد منها ان شاء الله في اشياء تانية. الديفرنس كويس، المساعدات كويسه، في اشياء ممكن عمود الكردان كويس، ففي اشياء ممكن نستخدمها لبعدين الحمد لله.